من خواص الصم اوف بروجكت لازم الكومبلمنت يكون موجود على كل متغير، يعني ممكن نلقى اي كومبلمنت بي كومبلمنت سي كومبلمنت، لكن لازم ما نلقى اي بي سي كومبلمنت اور اي بي كومبلمنت، يعني لازم الاوفر بار ما يمتد على اكثر من متغير طبعا. واكيد ممكن يكون بدون الكومبلمنت، يعني يجي المتغير بالشيء الطبيعي مالته اللي هو variable. مصطلح الدومين راح يجي دائما ويا هذه التعابير. الدومين اذا ردنا نعرفه هو set of variables، هو خلينا نقول مجموعة المتغيرات اللي يمتلكها او يحتويها البوليان اكسبريشن، سواء كانت complement or uncomplement. مثال على هذا او الدومين، اذا عدنا هذا التعبير اللي هو a complement b plus a b complement c، فاذا اردنا نعرف الدومين، الدومين هي المتغيرات المساهمة بهاي المعادلة، فراح نقول هنا ال a مساهم والبي والسي. زين، بغض النظر عن انه الاي كومبلمنت والاي الاي ان كومبلمنت، هنا ايش راح ناخذ؟ احنا مجرد المتغير هو اللي يهمنا اللي هو الاي والبي والسي. هنا عندنا اي بي سي كومبلمنت سي دي كومبلمنت اي زائد بي كومبلمنت سي دي كومبلمنت. هنا الدومين مالتنا مثل ما قلنا هي المتغيرات المشاركه بغض النظر عن كونها مثبته او كومبلمنت، فراح يكون هنا الـ A والـ B والـ C والـ D والـ E. ما نغلط ونقول انه هنا موجودة C complement واجي اخلي هنا C complement، ما يهمنا الـ complement في حساب الدومين، مجرد المتغيرات المشاركة بهذه المعادلة. طبعا هنا نقدر نحول احنا كل expression ممكن نحوله الى SOP، الى sum of product، عن طريق انه نخلي او نستخدم البوليان الجبرا تكنيكس اللي اخذناها قبل المحاضرة السابقة. ناخذ مثال بسيط على التحويل. convert each of the following boolean expression to SOP form. عندنا هاي التعابير، هذه التعابير هي مو SOP. خلينا نجي نفحص ليش مو SOP. عندنا بالبداية قلنا الهيكلية او صيغة الـ SOP لازم يكون عندنا حدود ضرب مجموعة مع بعض. راح نلاحظ هنا عندنا هذا حد الضرب الاول، وعندنا هذا حد ضرب ثاني، لكن عملية الجمع صايرة بوسطهن، اذا هذا ما يعتبر SOP. هنا راح نلقى عندنا حدود جمع مضروبة مع بعضهن، يعني مو حدود ضرب مجموعة مع بعضهن، وهذا بالنتيجة ايضا مو SOP. وعندنا هنا الميزة الثالثة اللي قلنا احنا لازم الاس او بي ما يمتلك اوفر بار على كل المتغيرات. اذا حتى نحول الاي الى اس او بي اكسبريشن، مجرد راح نعبر البي الى هذا الحد وهذا الحد، فصار عندي هنا حدود، ثلاث حدود بيناتهن عملية جمع، وبالنتيجة صار هذا اس او بي. هنا راح نفتح الاقواس وبالنتيجة صار عندي اس او بي. هنا راح نستخدم الدي مورغان ثيرم، راح نحول هذا الجمع الى عملية ضرب ونفتح الاوفر بار عليهن اللي فوقاهن، داش داش هاي راح يروح، وبالنتيجة راح ندخل هذا بعدين، وصار عندي هذا التعبير الاخير اللي هو SOP. هنا هوم وورك ممكن تتدربون عليه اللي هو هذا التعبير شلون نحوله SOP، وبالبداية لازم نعرف هو ليش اصلا مو SOP حتى نقدر نحوله الى SOP. عندنا نوعين من الـ SOP اللي هو يا اما يكون ستاندر سم اوف برودكت اور نون ستاندر سم اوف برودكت. اذا عرفنا الستاندر سم اوف برودكت اكيد احنا راح نعرف النون ستاندر سم اوف برودكت. فالستاندر سم اوف برودكت هو التعبير اللي بي all the variables كل المتغيرات الموجودة بالدومين تظهر بكل حد من حدود الضرب. شنو معناته؟ اذا اخذنا هذا التعبير اللي هو نقدر نقول هنا y تساوي لنا هاي المعادلة، وجينا نحسب التروث تيبل او عفوا جينا نحسب هنا الدومين الها، راح نلقى الدومين يتكون من المتغير الـ A والـ B والـ C والـ D، واذا نفسهن وبعد ما عدنا غيرهن. اذا بكل حد من حدود هذا التعبير راح نلقى الدومين موجود اللي هو الـ A والـ B والـ C والـ D. هنا ايضا A و B و C و D، A و B و C و D، بغض النظر عن وجوده سواء كان complement or non-complement.
بهاي الحالة هذا الـ sum of product راح نصيح له standard form. standard form طبعا هنا الـ standard form وين نحتاجه؟ طبعا راح نحتاجه بالـ truth table. ليش؟ لأن الـ truth table دائما من نجي نسويه نخلي هنا الـ input ونخلي من الصفحة الثانية الـ output. من اتجاه الـ input كل المتغيرات هي راح تكون موجودة، وبالنتيجة حتى أعرف الـ output لازم ألقى كل المتغيرات أو لازم أعد قيمة كل المتغيرات. زين، ليش مرات يكون الـ SOP هو نن ستاندر؟ طبعا بالحقيقة هذا هو شغل الـ simplification اللي أخذناه قبل المحاضرة الثانية، والهدف من عنده أنه نقلل الـ cost والـ size لهذه الدوائر. حتى نحول الحد من نون ستاندرد الى ستاندرد وندخله للتروث تيبل بعدين او نتعامل وياه الكارنوف ماب، راح نسوي له اكسباندد لكل حد ضرب موجود نون ستاندرد. بصوره مباشره خلينا ناخذ مثال، نقول convert the following boolean expression into standard SOP form. اذا معناته المعطينا اياه هو نون ستاندرد غير قياسي ونحوله الى قياسي. اول شيء خلينا نجي نفحص هاي المعادله ونشوف هي ليش هي مو قياسيه. بالبدايه الدومين مالتنا هو الاي والبي والسي، اي وبي قلناهن، اي وبي وسي والدي. اذا الاي والبي والسي والدي هي اربعه فاريبلز، معناتها حتى يكون قياسي لازم كل حد من حدود الضرب تمتلك اربعه فاريبلز اللي هي الاي والبي والسي والدي. اذا اجينا للحد الاول راح نلقى اكو ناقص بي دي، وإذا اجينا للحد الثاني راح نلقى النقص هو السي والدي، والحد الأخير هو ما بي مشكلة هو ستاندرد. فحتى نحول هذه الحدود إلى الصيغة الستاندرد الفكرة هنا كلش بسيطة. بما أنه عملية ضرب، فإذا ضربنا كل حد من هذه الحدود بواحد قيمة لوجيك 1 راح نحصل أنه نفس الأوتبوت راح يطلع حسب الجدول اللي أخذناه بالمحاضرة اللي راحت، اللي هي النقطة 4. يقول كل متغير من أسوي له دوت ويا لوجيك 1 راح أحصل نفس المتغير، بمعنى أنه ما غيرت من قيمتها. وبالنتيجة خلنا نأخذ هذا الحد الأول، إذا ضربناه بلوجيك 1 فما راح نغير من قيمته. أوكي؟ زين، هسه هذا اللوجيك 1 نقدر نفتحه حسب هذا الجدول بالمعادلة رقم 6 اللي شو تقول؟ تقول كل متغير من اجمعه ويا الكومبلمنت مالته دائما يعطيني لوجيك 1. اذا هذا الواحد اقدر احوله الى المتغير مجموع مع الكومبلمنت مالته، بس هنا يصير يا متغير بالحد راح يصير المتغير المفقود. فالحد الاول من المفقود بي مفقود الدي راح نضرب بواحد، الواحد نحوله الى متغير وجمع بالكومبلمنت مالته، المتغير هنا دي، وبالنتيجة صار عندي A B complement C D زائد D complement. هسه بكل بساطة اجي افتح هذني، يعني اضرب هاي ثلاث حدود ادخلهن على القوس راح يصير لي بهالشكل هذا. اذا هذا الحد النون ستاندرد طلع منين؟ طلع من حدود اثنين تم اختصار الدي بينات. نجي للحد الثاني اللي هو B اثنين نقص اللي هو C والD. اذا نتوقع مباشرة راح نضرب بسي زائد سي كومبلمنت، وبعدين نرجع نضرب بدي زائد دي كومبلمنت حتى نرجعه. وبالفعل هنا عندنا هذا هو الحد، ضربناه بسي زائد سي كومبلمنت وفتحنا الاقواس، بعدين هذا كل الناتج راح نضربه بدي زائد دي كومبلمنت مثل ما تشوفون هنا، ضرب هذا بدي زائد دي كومبلمنت وهذا بدي زائد دي كومبلمنت، وبالنتيجة طلع عندي هنا ال A complement B complement حتى يصير ستاندر. حولته الى اربع حدود، الدومين موجود بكل حد من هذه الحدود. بعدين شو اسوي؟ ارجع اكتب هاي المعادله بمكان ال A B complement C، ارجع احط الحدين اللي طلعن، وال A complement B ارجع احط الاربع حدود اللي طلعن، وانزل هذا كما هو. اذا اكو اختصار هنا حسب القوانين اللي اخذناها بالمحاضره اللي راحت ممكن نختصر ونطلع الحد، واذا اردنا نتعامل ويا تروث تيبل اوف اور كارنوف مال لا هو هذا راح يكون الناتج النهائي. نفس الطريقه عندكم هنا هوم وورك، حاولوا تحلوا وتجربون بي.
حتى نمثل sum of product ب logic 1 or logic 0 عندنا قاعدة أساسية تقول دائما sum of product expression. من أقول expression يعني المعادلة. sum of product expression دائما يساوينا logic 1. وبالنتيجة بما أنه هو يحتوي على عملية جمع بين حدوده فاللوجيك 1 يجينا إذا حد من هاي الحدود صار لوجيك 1 والبقية صفارة. خلينا نوضح هذا الحكي عمليا حتى تصير الصورة واضحة عندكم. عندنا هاي المعادلة، هاي المعادلة طبعا هاي المعادلة لازم تكون ستاندرد شباب، يعني ما نروح للباينري ريبريزنتيشن إلا ما تكون ستاندرد برودكت تيرم، يعني شنو محوليها أو هي اعطونيها ستاندرد. عندنا هاي المعادلة بالبداية راح نشيكها ستاندرد لولا. الدومين مالتنا هو الاي والبي والسي، موجود بكل حد من حدود الضرب، اذا هي ستاندرد. حتى نولد او حتى نمثلها بصفر ولوجيك 0 ولوجيك 1 راح نجي هاي المعادلة كلها نساويها للوجيك 1، يعني هاي المعادلة تساوي لنا 1. زين، عندنا ثلاث حدود بينات عملية جمع تساوي لنا لوجيك 1. فهذا اللوجيك 1 بما انه عملية جمع اي حد من هذه الحدود يصير 1 والبقية صفارة راح يتولد عندي شنو؟ يتولد عندي 1. او كل الحدود يصيرن 1 ايضا راح يتولد عندي 1، لان قلنا هذا الجمع هو جمع منطقي بوليان اديشن. اذا حتى تكون هاي المعادلة تساوي لنا قيمتها 1 اللي احنا فرضناها، لازم هذا الحد يساوي 1 او هذا الحد يساوي 1 او هذا الحد يساوي 1. هسه نجي هنا حتى نخلي هذا الحد يساوي لنا 1، لازم بما انه عملية ضرب لازم كل متغير من هاي المتغيرات هو قيمته 1، حتى يصير 1 في 1 في 1 في 1 وبالنتيجة يطلع لنا لوجيك 1. اذا قيمة الاي راح تصير هنا 1، قيمة البي راح تصير 1، والسي والدي 1. بالنتيجة هذا الحد كله صار 1 في 1 في 1 في 1 وساوانا 1. زين، هسا حتى نسوي هذا الحد الثاني، حتى نسوي هذا الحد الثاني 1، ايضا نجي نفرض انه هذا الحد يساوي لنا 1. اوكي، وبالنتيجة حتى هذا الحد يساوي لنا 1 هو عملية ضرب، لازم تكون الاي 1 والبي 0 حتى من نقلبها ننفيها تصير 1، والسي 0 حتى من نقلبها تصير 1، والدي 1 حتى تبقى عملية الضرب هي 1. بالنتيجة صار عندي 1 قلنا 0 مقلوب 0 مقلوب وواحد، صار عندي هنا 1. اوكي، زين، الثانية والأخيرة اللي هي كلها كومبلمنت معناتها كلها راح تصير صفارة، حتى اقلبها تصير وحدات وبالنتيجة عملية الضرب تصير 1. اذا حتى امثل هذا البوليان اكسبريشن، بوليان اكسبريشن سويت هذا 1 وسويت هذا 1 وسويت الثاني 1. الخلاصة من هذا الموضوع بالاس او بي دائما دائما الفاريابل اللي هو ان كومبلمنت اعطي لوجيك 1، والفاريابل الكومبلمنت اعطي لوجيك 0 حتى ينقلب. تقدرون نفس الطريقة تمثلوا لي هاي المعادلة، ومثل ما قلنا وما ننسى لازم تكون بالستاندرد فورم، ستاندرد فورم.